كم مرة تسمع حديث بقى إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وسمعت كم مرة إن الدنيا لا تزن عند الله جناح معروض. يعني كم مرة ضيعت وقت في مناقشات على جزء من جناح البعوض، على جزء من جناح الايه؟ لو شفت اتنين بيتعاركوا مع بعض على دبان، على ناموس، عالم مجانين، في عالم مجانين بيتعاركوا على دبانة، طب بيتعاركوا على جناح الدبانة، طب جزء من جناح الدبانة. كل البشر اخواننا اللي بيقتلوا بعض على فدان وقطعة ارض وإيراط، وبيقعدوا يحسدوا ويحقدوا على بعض، وبيقعدوا يبذلوا من اوقاتهم وحياتهم واعمارهم، كل دول بيتخانقوا على حتة من جناح الدبانة. إن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا إيه؟ عشان كده لو الدنيا دي تسوى عند ربنا حياة كان حرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير ونام على الحصى صلى الله عليه وسلم، كان ده حصل ماشي. الدنيا لا تساوي عند الله جناح إيه؟ بعوضة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الإيه؟ الآخرة. تسويش حاجة عند ربنا، الدليل إن هي إيه؟ لو كانت تسوي حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كما قال علي بن أبي طالب: إن الآخرة ارتحلت إيه؟ مقبلة، وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء إيه؟ الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. تخيل بقى المثال ده، كل واحد بقى يجي ياخد المثال ده ويطبقه على نفسه يشوف هو المثال ده ولا. إن الله يبغض يعني ربنا بيكره الصف ده، كل جعذري جواب، الجموع المنوع، اللي عنده نهم، اللي عنده طمع، الجعفري في رواية، يعني في روايات كثيرة جدا، سخاب الأسواق، صوته عالي في الدنيا، مش لازم يصيح في السوق يعني، صوته عالي في الدنيا عموما. ماركات السيارات عارفها، ماركات الموبايلات، أسعار الحديد، أسعار الأرض، الملابس، كل حاجة، لعب الكورة، المطوشة، أي حاجة في الدنيا عارفها. سخاب الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، بالليل نايم، لا قيام ليل ولا ذكر ولا طلب علم ولا استغفار ولا مناجاة، وممكن ما تصحاش الفجر كمان، وتلاقي كثير من الاخوه بيقصر في الفرائض وبينام صبح. عالم بايه؟ جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الايه؟ الاخره. خطر كبير جدا يكون ده هو المثال اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايشينه.